كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا 5 اموركم على ما يرام وكلشي عندكم هو هذاك. ومرحبا بكم فيديو جديد. الوغ جيسبر يكون كلشي عندكم بخير، كلشي عندكم هو هذاك. ما غاديش نطول عليكم بزاف المقدمه، بغيت غير نقول لكم شكرا، ميرسي 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 ميل فوا على البنات اللي تاقوا في لاوصيف وجربوها ديال لو كيك وبارطاجاوها معايا. ما يمكنش شحال من وحده بارطاجات داك لو كيك ديال اللي درتو بالفريز وبلوتوس وبالشوكولا. فريمون جي روسي بوكو دو روتور بوزيتيف الحمد لله. كلشي صدق ليها الكيك، كلهم اللي جربوه البنات صدق ليهم الكيك، وكلشي قال لي شي ميرسي على لاوصيف. وكلهم تقريبا كانوا ديجا مجربين لاوصيف ديال تنيات المعالق ديال هذيك اللي كندير بلوتوس، ولكن فاش شافوا هذه قال لك راه لوغو مبدل، لا علاقه ليها بهذيك الاولى اللي كنت بارطاجيت معكم. سينو الا كنتي باقا ما جربتيش راه غادي تلقايه في صندوق الوصفات تلقاي له البيان ديال لاوصيف. فريمون كيك بريستيج كيجي خطير، لا في الحطه لا في المذاق لا في الشوفه لا في كل شيء. وبديك لاصوص الشوكولا اللي كدير ثلاثه ديال لي زانغغيديون اقتصاديه تصايبيها في الدار. مهم اليوم ان شاء الله شنو تشهينا؟ نتوما عارفين دابا رمضان بدا كيقرب. سبحان الله اللي ما عرفش واش نتوما صافو زاريف، مي بحال هكا ملي كيقرب رمضان كنبدا نتشهى دوك بريوات. واخا باقي رانا عارفه راه صغي يجي رمضان غناكلهم ان شاء الله باذن الله، ولكن كتبداي تشهيهم اون افونس. انا غنقول تشهي ديك لا سوب شينواز لي بالحوت، فريمون تشهي صايب ان شاء الله لا سوب شينواز وبطريقه زوينه، طريقه مبدله شي شويه. غادي نحاول ندخل فيها واحد الخضيرات غادي نبارطاجيها معكم، وغادي نبارطاجي اوسي. المهم انتم معايا غادي تشوفوا معايا الطبله كيفاش غادي نحطها، وهذا شيء وخفيفه ظريفه نفكروا شي شويه في رمضان وهذا ما كان. بغيت نقول لكم بصح رمضان قرب ياكو مبقى والو، الشهيوات مبقى لهم والو. كاين الناس اللي بداو كيتقداو، كاين الناس اللي شراو الزنجلان، كاين الناس اللي صايبوا الشباكيه. وما تنساوش كيف ما هو شهر ديال الشهيوات وديال داكشي كامل، راه شهر تاهو ديال العباده، يعني نعبدوا الله ونصليو اكثر ما كنصليو في الايام العاديه ونديروا هادشي كامل. وتا هو عاوتاني شهر اللي نعتنيو فيه بنفسنا، نعتنيو فيه بوجهنا، نعتنيو فيه بشعرنا. يعني ما تركزوش غير على حاجه وحده، حاولوا تمشي شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا. الجهد ديالك ما تعطيش غير حاجه وحده، بقاي من العشاء الصباح وانت في الكوزينه حتى يقول الله اكبر وانت باقا في الكوزينه، وتفطري دغيا دغيا وترجعي تبقاي عاود في الكوزينه. لا، شويه لربي وشويه لعبدو، شويه هكا وشويه هكا صافي. سينو غادي نقول لكم ليتس جو. نلبسو بعدا الماتيريال. اول حاجه غادي ندير غادي نلبس طابليه، واكيد كيف ما كتعرفوني انايا شوفوا الضفيرات راه هما كلشي في اليد. تهلاو ليا في ضفيراتكم، تهلاو ليا في يديداتكم، تهلاي ليا اختي في يديك بلي قالت راهم ما غاليينش، راهم رخاصين، غتلقايهم وغادي تحافظي على ظفارك، غتحافظي على يديك حتى الله يسر بحال هكا طار عليك الزيت ولا شي حاجه ما كتحرقيش نتي. اي فوالا ليتس جو، بعد ليتس جو ديال بصح. الوغ بالنسبه لي زانغغيديون ديالي غنعطيكم هنايا شنو غادي نستعمل. عندي هنايا كورجيت، هادي كورجيت حكيتها بهذه الطريقه، هادي طويله هي وخيزو، عندي خيزويه وحده وكورجيت وحده حكيتها في هادي. فوالا هاد الحكاكه هادي بحال هكا، صراحه هادي ما عرفتش منين هادي كانت جابتها لي حماتي، مي جو بونس بلي راه خداتها لينا من المرجان. فوالا عندي هنايا شامبينيون نوار، ها هو درتو ديجا في المطايب ودرتو خليتو تطلق، من بعد قطعتو دير تي مورسو. عندي بصيله هنايا مقطعه مربعات، وإلا كان عندكم ديك البصله الخضريه الطويله راه احسن بكثير، كتجي احسن من هادي. عندي هنايا شويه ديال الكالامار، شويه ديال الكروفيت، يا اما الكري ولا الغوز اللي كان موجود. وعندي وحده ديال الشعريه، تقدروا ديروا جوج إلا كنتو كتبغيوها تجي كثيره. انا صراحه ما كنبغيهاش تجي كثيره، كنبغي يكون الخضره وداكشي كثر منها هي. ويمكن لكم تزيدو حتى الشامبينيون بالحق، ماشي ديال لي بواط، شامبينيون يكون فخي يكون جديد، هذاك شامبينيون د باري تقطعوه حتى هو وتزيدوه. انا ما عنديش داكشي علاش ما درتوش. الوغ اول حاجه غادي ندير غادي ناخذ هنايا هاد الشعريه الصينيه، وغادي ندير فوق منها المطايب
وغادي نخليها حتى تطلق على خاطر خاطرها. هنايا خديت هذه ديال اللي غادي نطيب فيها لا سوب. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ القشور ديال الكروفيت فوالا، وغادي نزيد عليهم طريف صغير ديال الزبده غير شويه، وغادي نديهم غادي نسوطيهم، غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت باش يتقلاو لي دوك القشور، وغادي نحاول نسوطيهم بحال هكا باش يطلقوا لي البنه ديالهم، ومن بعد غادي نزيد عليهم الماء طايب كنبقى كنقلي فيهم مزيان. شفت كتطلق ديك المريقه ديالتها وكيوليو بحال هكا اورانج، ومن بعد كناخذ الماء يكون طايب يكون مغلي فوالا على حسب القياس اللي بغيتيو نتوما، وكنشعل عليها وكنخلي داك الكروفيت يطلق ليا في داك الماء، يطلق ليا مزيان ديك لاصوص. هادي هي باش غادي نمرق لاصوب ديالتي. بالنسبه للعطريه البنات اللي غادي نستعمل مع لاصوب، صراحه ما غاديش نحتاج غون تشوز، عندي الملحه والابزار ضامه ديال الحوت هذه، وعندي معلقه كبيره ديال الزبده هي باش غادي نقلي، وعندي لاصوص صوجا. انا صراحه بالنسبه للي سوب كتعجبني هذه، هذه شويه الي كونسونطري شويه عقده، هذه كتجيني مالحه بزاف وخفيفه. وغادي نحتاج معلقه ديال الحار اللي ديما كنشارك معكم ديال ستار، راه بنين واعر دير بحال ديك ديك الشرموله اللي كنصايبو، المهم جايبين هذا كيبقى اختياري على حساب نتوما شنو بغيتو ديروا، واش بغيتوه ولا ما بغيتوش. اللي كيعجبو الحار خلاص كنعرفو لي سوب ديال لي سوب دو بواسون كيبغيو يكونوا حارين، دوكو الا كنتو الا كان كيعجبكم الحار تقدروا ديروه، الا ما كانش كيعجبكم الحار تقدروا تستغناو عليه. صافي هذه المرق ديالي وجد، عرفتوا راه طالق واحد الريحه غزاله في الدار، الريحه ديال لاصوب ديال الكروفيت. اون فوا كيبان لكم هذا ولا اورانج بحال هكايا صافي كتصفيوه، راه ميم با 3 مينوت يعني ما تعطلوش عليه بزاف. الوغ في هذه ليطاب من بعد ما حيت هذاك المرق اللي وجد، كندير معلقه كبيره ديال الزبده، كنزيد عليها البصله، خيزو، الكورجيت، كنزيد عليها شامبينيون نوار اللي وجدت، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الابزار على حسب الذوق، واكيد غادي نزيد عليها لاصوص صوجا. بالنسبه للملحه ما كنزيدهاش باسكو كيف ما كتعرفوا عندي كنور هنايا مالح، وعندي لاصوص صوجا مالحه، يعني حتى نقرب نحطها ولا حتى توجد كاع ديك ساعات نقدر نذوق الملحه، وإلا كان خاصها نزيد. وكنزيد عليها شويه ديال الزيت غير شويه باش ما تحرقليش ديك الزبده، وهنا كنبدا كنصوطي هادشي كامل، غادي نبقى كنحرك فيه حتى يتصوط عليا مزيان وتذوب ليا الخضيره وتذوب ليها الكنور ويذوب ليها الشامبينيون نوار وكل شيء تصوط عليا. فوالا كيف ما كيبان لكم كنخلي ديك الخضيره ديالتي حتى كتعسل فريمون، كتعسل وكطيح وكتدخل فيها لاصوص صوجا مزيان. عاد كنزيد عليها الحوت ديالي، وانتم عارفين سوا الكالامار سوا الكروفيت راهم دغيا دغيا كيطيبوا. صافي ودابا غادي نخلطهم حتى هما باش حتى هما تخليهم هذيك لاصوص، والا بانت لكم لاصوص صوجا ناقصه راه تقدروا تزيدوها. ودابا غادي نزيد داك المرق ديال الكروفيت اللي طايب فوالا، والا بان لكم خاص مازال لهذا الماء راه زيدوا الماء العادي غير يكون مغلي، ما تخليوهاش تجي عاقده تجي بحال العصيده، لا هذه سوب خاصها تجي شوربه، خاصو يجي حاسه. وما تنساوش انني مازال غادي نزيد فيها الفيرميسال، يعني راه سيغمون مازال غنزيد فيها حتى الماء. صافي دابا غادي نسد عليها وغادي نخليها طيب، عندها واحد 10 دقائق كتكون واجده. هنايا لا سوب ديالتي طابت، صافي كلشي طاب، الحوت طاب، كلشي طاب. دابا عاد غادي نزيد عليها الفيرميسال، واكيد ما تزيدوش بزاف باش ما تخسروهاش، خليو داك الخضره وديك هذا هما اللي غالبين. انا غادي نزيد غير شويه فوالا، غادي نزيد وغادي نحرك ونشوف
و الى بان لي باقي خاص ديك الساعه عاد نعاود نزيد نزيدها شي شويه. ما كنديرش الباكيه كامله، تقريبا كندير نص فايت شي شويه. فوالا سي بون باش ما تجيش مسطه. صافي سي بون، دابا غادي نشعل عليها باش تعاود طلع فيها الغليه ديال الفيرميسيل. وخليكم معايا باسكو ابري غادي نوريكم لاستوس كيفاش كتجي هاد المرق. ما كيجيش جاري بزاف، كيجي عاقد واحد شويه بحال لا سوب شينواز اللي كناكلو في لي ريستورون. هنا باش لا سوب تجيني عاقده شنو غادي ندير ليها؟ بحال كيف ما فاش كنبغيو ندورو الحريره، غادي ندير هنا دا جوج معالق ديال الدقيق وغادي نزيد عليهم الماء وغادي نخلطهم مزيان حتى يوليو عندي داك الليكيد اللي بحال الحليب. ولا بقى مكور لكم الدقيق ديريه في الصفايه. الو هنا سي بون، ها نتوما هاد الليكيد ديالي ها هو يوجد. صافي لا ميم شوز بحال الحريره، غادي نشعل على لا سوب حتى تبدا تطلع فيها الغليه، وغادي نبقى كنزيد شويه بشويه هذا الخليط هذا حتى تبدا تعقد لي، حتى تبان لي لا تيكستور اللي بغيت انا تكون فيها. شوفوا هنا غادي نوجد معكم هذاك واحد المملحه ديال 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 التاكوس اللي كتجي مقطعه. بون ما غاديش نحتاج ليها مكونات بزاف وسهله وكتجي بنينه. عندي الخس، عندي الفرماج توست، وعندي هنايا لي نوغات ديال الحوت هادو. انا نوريكم اللي كنستعمل، ها نتوما انا كنستعمل هادو فوالا فينغر دو بواسون باني، راه كاينين في مرجان، غادي تلقاوهم في مرجان من تما ملي كناخذهم وزوينين. الوغ كناخذ هذا ديال التاكوس حتى هو كنستعمل هذا، ها هو راه كاين في مرجان، كاين كتلقاوه في مرجان وتلقاوه حتى في كارفور. ولا صوص تقدروا ديروا اي صوص بغيتوا، المهم انا غادي ندير لاصوص الجيريان. فوالا نحاول ندهنها مزيان، غندير غير فهاد لابارتي هادي اللي غادي نحط فيها. كيجي فيها واحد لوغو بحال ديال كي اف سي. وفي الخص حاولوا تاخذوا غير الوريقات، ما تاخذوش هذيك اللي كتكون الوسط قاصحه، ما تاخذوهاش، خذوا غير الوريقات. فوالا ندير هنا. هنا غادي نحط الفرماج حتى هو باش مني يدور لي عليه مزيان، باش مني نجي ندورو ونجي نقطعو يكون شاد لي داك هذا ديالي. وغادي ندير واحد اخرى هنا فوالا بهذا الشكل هذا، وغادي نستف لي نوغات ديالي بحال هكا. نحاولو نبداوهم من الاول، كيجيو زويونين حتى في المنظر كيجيو منظورين. صافي دابا غادي نبدا كندور هكا عادي بحال غادي نصايب تاكوس. غندير شويه ديال لاصوص هنا باش تلصق شويه باش هادي تلصق ليا مزيان. فوالا تقدروا تخليوها هكا، تقدروا تقطعوها على جوج اللي بغيتيو. المهم دابا غادي نديرها تحمر لي واحد شويه في الفران ولا في مقله، ماشي في بانيني باش ما تكعش تبقى شاده شويه راسها. سي بون ها نتوما ها هي تحمرات غير شويه كيف ما قلت لكم. دابا غادي تجيو تحاولوا تقطعوا، وديما خدو موس اللي يكون قاصح باش في التقطيعه تقطع لكم مزيان ما يخسرهاش لكم. فوالا فوالا شفتو في الهدف الهزه كيجيو مزيونين. وهذا هو عشانا، المهم هادو اللي كومونديت وهادي خلاص اللي صايبت معاكم، وهادي لا سوب بواسون اللي وجدت كتجي خطيره، جربوها على حسابي. شوفوا لا تيكستور ديالها راه ما كتجيش جاريه وما كتجيش ديك عاقده معجنه خايبه، شفتوا فيها الخضره فيها الحوت فيها كل شيء، جربوها بعينيكم مغمضين.
جيسبر يكون عجبكم لي روسيت اللي صايبت معكم، واكيد تجربوهم وتشاركوهم معايا كيف ديما في انستغرام. سينو غادي نخليكم على بركه الله، وغادي نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. موح عليكم كامل، ما تنساوش تخليو لايك. باي باي. وقت هادو ديال الحوت خطيرين، ما جايينش حارين، جايين محمضين، جايين فيهم لوغو ديال الحامض، واعرين بزاف. Mm-hmm.